بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل به القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. صدق الله العلي العظيم. نبارك للأمة الإسلامية ولشعب العراقي العزيز هذا الشهر الفضيل، سائلين الله عز وجل أن يحفظهم وأن يأخذ بأيديهم إلى طريق الخير، كما نبارك لمجموعة مدارس التقدمية ورياض الأطفال شهر رمضان، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا ويحفظ جميع كوادرنا وتلاميذنا وأولياء أمورهم. نسأل الله تعالى أن يكون هذا الشهر شهر خير وبركة وإيمان على جميع شعبنا العراقي، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من القائمين بهذا الشهر الفضيل، ويجعلنا من الموفقين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين محمد وعلى آله وصحبه الغر الميامين المنتجبين. يا رحمة تسع المدى يا طهر قطرات.